ربي ما يحرمني هالابتسامة. رنا، بسم الله الرحمن الرحيم. معقول يا رنا تكون أخت رنيم؟ مستحيل مستحيل. أستاذ، ممكن سؤال؟ خير. قديش راتبك؟ ليش هالسؤال؟ فضول، أرجوك. لا، راتبي 5000 ليرة. معقول هالراتب يسمح لك يكون عندك كل هالتياب؟ شو قصدك؟ يعني كل درس بتجي فيه بتياب جديدة وغالية وغراض تقيلة يعني، فشو القصة؟ عم بعطي دروس خصوصي. بتعرفي دروس خصوصي بتقص ذهب. بس نصيحة حبيبتي، لا بقى تحكي بهيك مواضيع، قلتيها بدروسك. مستحيل تكوني أخت رنيم. لك إن شاء الله رنيم ما تلاحظ نفس الملاحظة. أستاذ وين صرنا؟ عطلتنا عن الدرس. مرحبا. أهلين. قالوا بترجاك ما تسكر. ممكن تقلي مين انت؟ قلت لك بحبك اكثر ما بتتصوري. وطالما بتحبني ليش ما بتعرفني على حالك؟ ولا بدك تضلك عم تحبني من بعيد لبعيد؟ انت مبسوطة ولا زعلانة بصراحة؟ الو الو. ايه، وين رحتي؟ ما رحت عمحل، انا معك. عم تسمعيني؟ احكي، عم اسمعك. خايف اذا عرفتك على حالي اخسرك. ليش حتى تخسرني او اخسرك؟ اذا بس من باب الفضول بدك تعرفي مين اللي عم يبعث لك ورد. شفتي كيف كان إحساسي بمحله؟ انت هيك عم بتطالبني اكتشف مشاعري. كيف ورداتي؟ بالحفظ والصوم، الورد القديم والجديد. يا ريت الورد اللي بيناتنا لا يدبل ولا يموت. أحلامي قدامي ويا دنيا مالك على الحلم سلطان. أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوّر.